حنا بيضاوة شرينا دارنا في مشروع الفتح طريق الرحمة ب 25 مليون. عند ضحى ضمننا مستقبلنا ومستقبل وليداتنا. أنا بيضاوية وشريت داري في مشروع الفجر طريق جديدة عند الضحى ولقيت حريتي. أنا بيضاوي شريت داري في مشروع الصفا وسط مدينة بوسكورة عند الضحى تمام باش كنت كاري وليت بيه شاري وش راديو الخطورة مجاورين. أنا بيضاوي وشريت داري في مشروع المهد في طريق الرحمة عند الضحى. المراح صالون جوج البيوت كوزينة وحمام غير ب 25 مليون. حنا بيضاوة شرينا دارنا في مشروع التوحيد في طريق الرحمة عند الضحى وكاع المرافق اللي احتاجيناهم عند مجموعة الضحى حدانا لقيناهم. كنا شرينا دارنا في بيضاء ودابا حنا بيضاوة. مجموعة الضحى جاتكم بخمسة المشاريع بالدار البيضاء: توحيد، المهد، والفتح بطريق الرحمة، مشروع الفجر بطريق جديدة، ومشروع الصفا ببوسكورة ابتداء من 24 مليون.